يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البعض لا يبدع الأشاعرة ويقول إنهم غير مبتدعة لكنهم مخطئون، وذلك حتى ينجو من وجود بعض السلف من الأشاعرة. ما فيه من السلف من هو من الأشاعرة، ليس من السلف من هو من الأشاعرة أبدا. الأشاعرة غير السلف، الأشاعرة كلابية ليسوا من السلف، وهم أخطأوا وظلوا في الأسماء والصفات في تأويلها، وهذا بدعة، هذا ابتداع، هذا ابتداع. والعجيب أن هؤلاء يبدعون بأدنى شيء، ولا صار لهم هوى نفوا البدعة عمن يهوونه ومن يحبونه، يعني صار الأمر بهواهم. لا شك أن قول الأشاعرة مبتدع، أنه مبتدع ليس من الدين. نعم.